بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على القناة. إذا بوت ميمي فاي، أهم الأشياء التي علينا فعلها في هذا اليوم إن شاء الله حتى نكون أو حتى نقوم بإتمام جميع المهام للقطة الشاشة المنتظرة يوم 6 نوفمبر إن شاء الله. فتابعوا معنا هذا الفيديو إن شاء الله، والخطوات راح تكون مشروحة بالتفصيل. إذا نبدأ في هذه الصورة كما تشاهدون. إذا ربط المحفظة، محفظة أوكي إكس، راح يكون إن شاء الله من يوم 25 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر. اليوم نحن 4 نوفمبر، يعني تبقى حوالي يوم واحد فقط من أجل ربط المحفظة وإتمام هذه المهمة، فهي ضرورية جدا في إرسال أو في تقسيم الإيردروب إن شاء الله. إذا الكثير منكم ربما، خاصة نحن هنا في الجزائر، فمنصة أوكي إكس محظورة وليست المحفظة. المحفظة فهي تعمل بشكل عادي جدا، وأي دولة محظور فيها منصة أوكي إكس فالمحفظتك تعمل بشكل عادي جدا، يعني يمكنك الربط بشكل عادي جدا، وهذا ما سوف نشرحه لكم في هذا الفيديو إن شاء الله. إذا يوم 6 نوفمبر إن شاء الله ميمي فايفين فاينل أو فينال سناب شوت، يعني راح يتم أخذ لقطة شاشة للحسابات الخاصة بنا يوم 6 نوفمبر. يوم 8 نوفمبر إن شاء الله راح يكون السحب على المنصات، على المنصات أوكي إكس وأيضا بعض المنصات الأخرى إذا تم إضافة منصات أخرى بطبيعة الحال. يوم 12 إن شاء الله راح يكون هنالك السحب على المحافظ، بالإضافة إلى أيضا راح يتم إدراج عملة ميمي فاي. إذا راح نذهب مباشرة إلى بوت ميمي فاي، راح نذهب إلى هذا الخيار كما تشاهدون وهو رمز أوكي إكس مكتوب جنبه أو أسفل الخاص به زائد 25 مليون. كما تلاحظون راح تظهر معنا هذه الصفحة، راح نقوم بضغط على خيار تشيك ذا تاسك. كما تلاحظون هنا راح تظهر معي صفحة جديدة. إذا أول شيء، إذا لم تكن منصة أوكي إكس محظورة في بلدك فيمكنك اختيار الخيار الأول كونكت تو أوكي إكس أبي بي. إذا كانت محظورة فيمكنك استعمال الخيار الثاني وهو connect to اوكي اكس ميني والت. هنا الخيار الثاني وهو عبارة عن بوت رسمي من منصة اوكي اكس، يمكنك فتح عليه محفظة وربطها مع البوت بشكل عادي جدا، وبالتالي انك حققت مهمة ربط المحفظة مع بوت ميمي فاي. اذا راح نقوم بضغط الخيار الثاني connect to اوكي اكس ميني والت بهذا الشكل. كما تلاحظ راح تظهر معنا هذه الصفحة، راح نضغط على خيار ستارت، بعدها راح يوجهنا على البوت الخاص بهم اوكي اكس والت. راح تظهر معنا صفحة من اجل فتح حساب جديد او فتح محفظة جديدة، فرح نقوم بفتح محفظة جديدة ونقوم بربطها مع البوت حتى نحقق الشرط ونكون مؤهلين بإذن الله. إذا كما تلاحظ راح تظهر معنا هذه الصفحة، نقوم بالضغط دائما على الخيار الأول وهو كريت والت، بعدها هنا راح يعطينا الكلمات المفتاحية، راح نقوم بحفظها وفتح المحفظة وبعد ذلك نكمل الشرح. بالنسبة لهذين الخياران فيمكنك اختيار خيار الذي تريده، مثلا انا سوف اختار الخيار الثاني. بعد ذلك راح يطلب مني باسورد، كلمة سر او كلمة او كود مكون من 8 ارقام، مفهوم؟ نقوم بوضعه في الخانة الاولى ثم نعيده في الخانة الثانية. اذا بعد وضع الباسورد تظهر معنا هذه الصفحة اخرى. اذا كنت تريد الحصول على الكلمة المفتاحية الان قم بضغط الخيار الاول، اذا كنت لا تريد الان فيمكنك الضغط على الخيار الثاني. نحن سوف نقوم بالاختيار على الخيار الاول ونقوم بحفظ الكلمات المفتاحية. بعد حفظ الكلمات المفتاحية تقوم بضغط على خيار continue، يطلب منك بعض الكلمات مثلا 2 4 6 وهكذا، تقوم باختيارها. بعدها تظهر معك هذه الصفحة، نقوم بضغط على خيار start. إذا هنا راح تظهر معي صفحة الربط، راح نقوم بضغط على خيار ربط. كما تلاحظون ميمي فاي، نقوم بضغط على خيار connect. كما تشاهدون هنا راح نقوم بضغط على خيار update wallet بهذا الشكل. لاحظوا هنا تظهر معنا صفحة الربط، نقوم بالضغط على خيار كونفيرم. إذا الآن لما تظهر معك باللون الأخضر بهذا الشكل تم الربط بنجاح، وقد يعني أكملنا المهمة بشكل ناجح. إذا ظهرت معك أي أخطاء فقم بفتح محفظة جديدة فقط. الآن أتممنا المهمة، لاحظوا ظهرت معنا Return to Game، مفهوم؟ الآن قمنا بربط المحفظة وبدون أي مشاكل.
إذا بعد ذلك سوف ندخل إلى هذا الموقع وهو موقع التحقق، أداة التحقق من التوزيع المجاني ميميفاي. أترك لكم رابط هذه الأداة أسفل الفيديو. هنا افتح محفظة أوكي إكس على التليجرام أو احفظ أو افتح تطبيق محفظة أوكي إكس. إذا كنت قد ربطت مع تطبيق أوكي إكس فيمكنك اختيار الخيار الثاني. إذا فتحت على التليجرام الأوكي إكس مثل ما فتحنا في الفيديو فيمكنك اختيار الخيار الأول، فأنا سوف أختار الخيار الأول، افتح محفظة أوكي إكس على التليجرام. بعدها راح يوجهنا على التليجرام، يطلب من الصلاحية بهذا الشكل. راح نقوم دائما بالموافقة على الصلاحيات، يطلب منا الباسورد فقط راح نقوم بوضعه. بعد وضع الباسورد تظهر معنا صفحة الموافقة، نقوم بالضغط على خيار كونفيرم، دائما كونفيرم بهذا الشكل. راح نقوم بالعودة إلى الموقع ونرى هل تم التحقق أو تم الربط بنجاح أم لا. إلى غاية الآن لم يتم الربط، فقط راح نحاول مرة أخرى، 2 3 4، يعني عدة محاولات حتى يتم الربط بنجاح. إذا بعد محاولة أخرى فقط ظهرت معنا هذه الصفحة كما تشاهدون. هنا في الأسفل الكوينز الخاص بي، أسبين كما تلاحظون 0، ميميفاي بريميون يس، تون ترانزاكشن يس، تيليجرام ستارت يس، يعني كل هذه المهام أنا قمت بها من قبل، فبالتالي أنا الآن يعني قد طبقت جميع الشروط وأنا مؤهل للحصول على ايردروب ميميفاي إن شاء الله. إذا بهذه الطريقة يمكنكم التحقق من الايردروب الخاص بكم. كان هذا هو فيديو اليوم، نسوا متابعة قناتنا على التليجرام، إلى اللقاء.